اما هلا ليا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم مع مصطلح عم نسمعه بالاونه الاخيره بشكل كتير كبير خصوصا عند الاهالي، وهي صعوبه التعلم عند الاطفال. يمكن العصر اللي نحن فيه له دور كتير كبير بانتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والساعات الطويله اللي بيقعد طفل عليها على ان كان اللابتوب او الموبايل، قديش فعلا بتاثر على مداركه وقدراته. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا الاستاذ احمد يوسف، اخصائي تقويم لغه وكلام. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا هلا، صباح النور. صباح الخير، يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نعرف شو يعني صعوبات بالنطق، صعوبات بالكلام، وباي عمر ممكن نقول انه في مشكله؟ هلا بالنسبه لصعوبات التعلم، هو بيختلف شوي عن صعوبات اللغه والكلام، وان كانت تتقاطع مع بعضها بخاصيات الوعي الصوتي. بالنسبه لصعوبات التعلم تحديدا، هي مجموعه من المشاكل، هي متاخر، هي خلل، هي اضطرابات بتصير بالقدرات العقليه او النفسيه اللي متطلبه للعمليات الاكاديميه. بمعنى انه الطفل بيكون عنده مشاكل بالقراءه، بالكتابه، بالحساب كمتطلبات اكاديميه، وبيكون بالاصل المشكله بتكون موجوده بالقدرات المسؤوله عنها، اللي هي الانتباه، اللي هي الادراك، اللي هي الذاكره، اللي هي التفكير، اللي هي عمليات أساسية لحتى الطفل يقدر يتعلم. بده ينتبه، بده يركز، بده يدرك سمعيا بصريا، بده يكون عنده ذاكرة تقدر تخزن المعلومات اللي عم يستوعبها. فبالتالي الطفل اللي بيكون عنده صعوبات تعلم بشكل عام بيكون في عنده خلل معين بهي القدرات أو بهي العمليات العقلية والنفسية المسؤولة عن عمليات التعلم. بس نحن كون لغتنا بشكل عام، او كون عفوا مناهجنا الدراسيه بالمدارس بشكل عام، هي بتعتمد على اللغه، ان كان تعلم اللغه ككتابه او كقراءه. فبالتالي كل المواد لما بيكون الطفل عنده صعوبات تعلم بتتاثر. يعني بيكون الطفل اللي ما بيعرف يقرا او يكتب ما راح يعرف يقرا لا علوم ولا اجتماعيات ولا رياضيات ولا شيء. بيكون بالاصل في عنده مشكله بانتاج او باستيعاب الكلام المقروء او المكتوب. طيب خلينا نحكي عن أنماط صعوبة التعلم. في إلى أنماط، خلينا نحكي عنها شو هي وأسبابها، لأنه دائما عم نشوف الأول الأخيرة مثل ما قلنا بالبداية أو بالمقدمة أنه هيدا صار شائع، ابني عنده صعوبة تعلم، يعني صار بتحس أنه هذا مرض العصر نوعا ما للأطفال اليوم. اي حدا صار عم يلاقي صعوبه عند طفله بالمدرسه او بتقدم الطفل بالمدرسه، صار عم تحكي الام انا ابني عنده صعوبه تعلم. هلا بس نحكي اول شيء عن السبب الرئيسي، هلا حددوه انه هي خلل بالجهاز العصبي المركزي، خلل وظيفي، يعني في بؤره معينه، او في عندنا لما قاموا بدراسات الام ار اي اللي هي تصوير الرنين الشعاعي لادمغه الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، وجدوا انه هي في عندها بؤر تختلف عن الموجوده عند الانسان الطبيعي او عند الطفل اللي ما عنده مشاكل. فبيكون في خلل، بيكون في مشاكل ايضا انفعاليه وسلوكيه. بشكل عام هي مسؤوله عن صعوبات التعلم بس، ولكن الفكره انه اغلب الناس عم تربط صعوبات التعلم مع الاعاقات او مع القصور الحسي. بمعنى الطفل اللي عنده اعاقه سمعيه او بصريه او عقليه او حسيه شو ما كانت تكون، او كان من بيئه ما أنا غنيه بالتعلم بالمسيرات بالكلام بالتواصل، فهي الاعاقات او هذا القصور الحسي هو خارج اطار صعوبات التعلم. الشيء اللي بيكون مترافق معه ما هو صعوبات التعلم. صعوبات التعلم بده يكون طفل ذكائه متوسط او فوق المتوسط، يعني بده يكون ذكائه جدا طبيعي، بده يكون الطفل عنده تباين او اختلاف او فرق كثير كبير ما بين قدرته العقليه العامه اللي انا اذا قستها باختبار ذكاء مثل ستانفورد بيني او اي شيء بيطلع عنده ذكائه كثير عالي، بس ولكن تحصيله العلمي بمادي او بمواد مختلف او في فرق كثير كبير بيناتهم. فالطفل فصعوبات التعلم بشكل عام هي ما مرتبطه بالاعاقات ابدا. قد نجد شيء بيشبه صعوبات التعلم موجود عند الاعاقات بس ما هو صعوبات التعلم. صعوبات التعلم طفل طبيعي جدا، ذكائه طبيعي جدا، ولكن عنده خلل بمواد معينه، ممكن تكون بماده بتنتين بثلاثه او اكثر او اقل حسب. مو ضروري اذا كان طفل صعوبات التعلم معناتها عنده مشكله بكل المواد ابدا. قد يكون هذا الطفل ذكي جدا بالرياضيات وعنده سرعه بديهه رائعه جدا، عنده عمليات حسابيه اكبر من عمره، ولكن بالقراءه بيكون كثير ضعيف، او العكس صحيح. نعم. خلينا نحكي ارتباط السلوك عند الاطفال، يعني في بنشوف كثير من الاطفال عندهم سلوك طيش، عدم تركيز ببعض الاحيان. تماما، سلوكات كثيره ممكن تؤدي لصعوبه التعلم. خلينا نفرق بين انه كانت هي مشكله لها علاقه بالدماغ او لها علاقه بصعوبه
التعلم بمشكلة أساسية عند الأطفال، وبين أنه لا هو عنده يمتلك هذا السلوك أو عم يعمل ردات فعل تجاه أي شيء. طيب نحن إذا حكينا هيك بيقل التركيز بالدروس كمان. تماما، إذا حكينا نحن عن نمطين الأساسيين لصعوبة التعلم، هي في شيء نمائي وفي شيء أكاديمي. أوكي. النمائي بيكون بالعمليات اللي حضرتك حكيتيها من شوي، اللي هي بالانتباه، بيكون الطفل ضعيف الانتباه، مو قادر يركز أبدا، مندفع جدا، أما بده يجاوب قبل ما ينتهي السؤال أو ما بيجاوب أبدا. ممكن يكون الطفل عنده صعوبات بالذاكرة. هلا الطفل اللي ما بيركز ما راح يتذكر، لأنه بالأصل ما راح يخزن وينقل ويصير عنده مفهوم براسه عن الشيء اللي عم ياخده بالمدرسة أو عم يستوعبه بالحياة الطبيعية. وبده يكون عنده صعوبة بالإدراك، الإدراك البصري، بمعنى أني أنا لما بشوف الصورة أنا بفهم شو عم شوف. الإدراك السمعي إذا أنا سمعت كلمة أو جملة أفهم منها. الإدراك التآزر الحركي والبصري أنه أنا لما بدي أكتب بيكون عندي صعوبة. فنحن هالخلل بهالعمليات هي بتعطي، نحن بتعطي مع صعوبات تعلم السمات اللي حكيتيها انت، اللي ممكن تكون هي اندفاعيه زايده، تهور، تشتت انتباه، ضعف بالتركيز، وبتؤدي تلقائيا الى التاثير على النمط الثاني من صعوبات التعلم اللي هو صعوبات التعلم الاكاديميه، اللي هي الطفل اللي ما عم يركز ما راح يعرف يقرا، ما راح يعرف يكتب، ما راح يعرف يستوعب العمليات الحسابيه، فبالتالي هي نتيجه لهي. وبغالبا صعوبات التعلم لهم مجموعه من السمات رح نذكرها اكيد مع خلينا نحكي عن هاي السمات، يعني اكثر، لانه احيانا مثل ما قلنا بيكون في سوء تشخيص، يعني لنقول الام انه نوعا ما ممكن هي تتدارك الوقت، لانه دائما بتيجي بمرحله متاخره، لانه بيقول لك اول 3 4 سنين الولد عنده طاقه كثير كبيره بده يفرغها طول الوقت عم يلعب، واحيانا في كمان بيقول لك فرط نشاط كمان. صح. في هون فينا نقول لا سمات واضحه فينا نتابعها كاهل، وشو الفرق فينا نحكي؟ نحن هون بدنا نحكي معناتها بشكل دقيق عن تشخيص التفريق لصعوبات التعلم. صحيح. اول شيء صعوبات التعلم حكينا اول شيء عن الفرق ما بين القدره العقليه الموجوده عند الطفل ما بين الشيء اللي عم يظهر بالتحصيل الدراسي بماده او بعده مواد. ثاني شغله عندنا يعني الطفل ما عنده اي اعاقه، ما عنده اي اضطراب، طفل طبيعي جدا، ما عنده قصور حسي، ما عنده بيئه ضعيفه. ثالث شغله الطفل عنده بده معامله خاصه، هو ما من الاحتياجات الخاصه بس، ولكن بده خطه تربويه خاصه فيه كطفل. هلا هذا الطفل تحديدا بنلاقي عنده اول شغله من سماته الاهم انه ما بيربط بين شكل الحرف وصوته، بمعنى نحن بنسمع الامهات، احدى الامهات خبرتني انه انا ابني شاطر بكل المواد بس اذا اعطيته كلمه ما بيعرف يقراها. هون بدنا نحكي عن شيء كثير مهم اللي هو الوعي الصوتي، هو شيء جديد على الناس ما بيعرفوه، بس نحن رح نضوي عليه شوي لحتى نفهم شو يعني صعوبه قراءه وكتابه. الوعي الصوتي بمعنى انه الطفل لما بتكتبي له حرف الحاء، حرف الحاء هو اسمه حاء بس ولكن لفظه شو؟ إح. فبيقول لك الطفل ليش أنا عم بكتبه حاء أو اسمه حاء وكيف عم بلفظه إح؟ فطفل صعوبات التعلم ما بيربط ما بين إنه هذا الصوت، هذا الحرف صوته هيك. وبالمقابل إنه حتى إذا بده يكتبه هو بتقول له اكتب لي حرف الإح بيكتب لك حاء. بمعنى الطفل اللي غير قادر إنه فونولوجياً أو بنسميها وعي صوتي يكون واعي لأصوات لغته كاملة، ليعرف انه هذا الصوت ممكن يكون له اسم وممكن يكون له طريقه نطق، يعرف اذا حطيت هذا الصوت مع هذا الصوت شو بيعطي، يعرف اذا انا في عندي كلمتين مثلا اذا كتبت له مثلا فيل وبيل يعرف شو الفرق بيناتهم، انه هو صوت بيفرق بيناتهم. اذا ما عرف كل هالامور هاي، ما عرف يدمج الاصوات مع بعضها، ما عرف يحلل. بتتذكروا بالابتدائيه نحن كنا ناخذ مهاره التحليل وتركيب الكلمه. هلا هي شيء من الوعي الصوتي بس شيء كثير بسيط، لانه الوعي الصوتي كثير كبير، مو بس انا اعرف اني انا اشيل هذا الحرف حطه هون وهذا هون وهذا هون، لا ابدا. اني انا اعرف انه هذا الحرف اذا شلته شو ممكن يتغير معنى الكلمه، ممكن ياثر على الكلمه. يعرف انه هاي الجمله مثلا احمد اكتب على الدفتر، يعرف ان هي 3 كلمات. مثلا احمد تعا، يعرف انه هي كلمتين. احمد يعرف انها مقطعين، احمد. هاي الموضوع كله لما بيكون الطفل عنده خلل فيه، وهي اغلب الامهات عم يعانوا حاليا منه، عم تجينا كثير شكاوى او كثير انه انا ابني شاطر كثير بالمدرسه ومتفوق ومتميز وذكي وعملت له اختبار ذكاء كثير ذكي، بس ولكن ما عم يقدر يقرا صح، ما عم يقدر يوصف الكلمه صح. هون بنحكي عن الوعي الصوتي اللي هو اساس كل صعوبات القراءه اللي بعدين ممكن يعانيها الطفل. وغالبا بيكون اللي عندهم صعوبات تعلم بالقراءه تحديدا عندهم مشكله بالوعي الصوتي، ما مدركين لاصوات بيئتهم، ما بيعرفوها منيح، ما بيعرفوا يجمعوها مع بعضهم البعض، فبتلاقيه عندهم مشكله اذا بدهم يقرا اي معلومه بيكون في ركاكه بالقراءه.
ويعني تأكيدا لحكيك يعني بنشوف كثير من الأطفال باللغة الأجنبية هن بيكونوا أشطر من اللغة طبعاً. العربية لأنه في تركيز صوتي، وما بعرف بالمدارس في أحيانا توزيع سيديات بيسمعوا كيف اللفظ الصحيح. يعني خبرك عنا كيف بتصير السيرة. خلينا نحكي ليش طبعاً. ليش باللغة الأجنبية بتتركز وبتترسخ بمخ الطفل أكثر من اللغة العربية طبعاً. نحن في عنا لغة اسمها اللغة الصوتية العالمية اللي هي أنا لما أنا مثلا أنت روسية نفترض أو أنت إيطالية بدك تيجي تتعلمي عربي، أنا ما بعلمك أح وإب وإت، ما بعلمك هيك أبدا، في لا في صوت في أوكي. في رمز صوت الأح كيف بينكتب، يعني هاي الشفرة أو الكود متفق عليه عالميا، يعني أنا بعلمك اللغة الصوتية العالمية وبعدين بعلمك لغتي المحلية. اللغة الصوتية أنا مثلا رحت نفترض على الهند ما عندي لغة هندية، أنا باخذ الكود تبع الهند عفوا الكود الاصوات العالميه وعن طريقها بتعلم اللغه. نحن حاليا بمدارسنا اذا بتنتهي حاليا من 10 سنين لليوم الاطفال كلها عم تتوجه او الاهالي عم تتوجه انه ابنه يتعلم لغه اجنبيه غير اللغه الام. عم نلاقي انه الطفل عنده طلاقه غير طبيعيه باللغه الاجنبيه لانه عم يستخدمها عم يعطوها بالطريقة اللغة الصوتيه العالميه اللي هي الطفل بيعرف انه لما بيشوف هذا الرمز مع هذا الرمز معناتها يا او با او كذا، عم يفصلون كثير فيها، عم يعطون بطريقه اكاديميه صحيحه 100% وعالميه. يعني غير الشيء المحلي اللي نحن عم نعتمد عليه بتدريس لغتنا، فالطفل عم يكون عنده طلاقه هائله. لما بتجي انت على لغتك المحليه انه انا اوكي هاي بيحكيها المفروض انه يكتبها بسرعه او يقراها بسرعه، بنصطدم انه الطفل بيحكي صح وما احلاه بس ما بيقرا صح ولا بيكتب صح. فهون بنرجع على مساله الوعي الصوتي تماما، انه هنيك عم يوعى باصوات اللغه اللي عم ياخذها، عم يفصلوا له اياها تماما، عم ونحن كمان لغتنا لانه فيها كثير اشتقاقات ممكن كثير تعذب الطفل، غير اللغه الاجنبيه الانجليزيه او الفرنسيه اللي بتعتمد على انه ممكن تكون كلمه انه مثلا يو هي للصبي وللبنت وللجمع مثلا يو، اما نحن عندنا انت وانتي وانتو. هاي كمان يعني خصائص اللغه بتغير كثير من سرعه تعلم الطفل. هلا في كثير اطفال بيكونوا بصف الاول كثير مناح وبيجيبوا نتائج منيحه، بيمرق الصيف وانتقلوا للصف الثاني. نحن عم نشوف بالمناهج هو ضخ اعراب كثير كبير عم يكون. الطفل هون ما هو متمكن من القراءه والكتابه بالشكل الصحيح بالصف الاول لانه سنه اولى دراسيه صحيح. ويمكن في شويه يعني بطل. يعني تساهل باعطاء هي الدروس. اليوم الاعراب هو عم يكون في عائق، عم يسبب شوك بين الطفل والكتاب او اللغه تمام. العربيه. خلينا نحكي اليوم كيف طريقه اعطاء شيء جديد للطفل، وخاصه يمكن الاعراب نون النسوه وهدول هاي نحن بنسميها بلغه الصوت بنسميها المورفيمات بمعنى انه هاي المورفيم ممكن يكون حرف واحد بس بغير معنى الكلمه كليا. هاي اللي حكيت عنها من شوي انه الطفل يعرف يدرك انه رجعنا تماما على الوعي الصوتي، انه يدرك انه ممكن حرف واحد بمحل معين يغير كليا. مثلا انا كتبت لك كلمه مثلا يلعب يلعب طفل عم يلعب، هو حكى انه عم يلعب طفل عم يلعب بالشارع، كتبت له انا يلعبوا واو الجماعه، طيب حكاها يلعبوا بس هل يا ترى ادرك انه هاي المورفيم اللي هو عباره عن حرف واحد غير بمعنى الكلمه كليا، انه صار انه بدل على جمع، اولاد كثير عم يلعبوا. هون حتى الوعي الصوتي بموضوع الاعراب هو شيء كثير اساسي، انه يوعى انه الطفل يوعى مثلا تفاحه غير تفاحات مثلا، حتى في كلمات احيانا بتكون كثير بسيطه بتغير كليا المعنى. المعنى مثلا اذا حكيت مثلا بط هي جمع بس بطه هي مفرد مؤنث، كمان هاي المورفيم غير بالكل. كمان المورفيم هذا اذا الطفل عرفه وفهم شو معناه قادر بعدين انه يعرف يعرب يحكيه صح ويعرف يكون متمكن كثير من لغته. فانا لهي كثير بركز حاليا على موضوع الوعي الصوتي، وبركز انه قبل ما نحكي وما ما نتعلم قراءه وكتابه ركزوا على كل صوت كلامي باللغه شو محله، كيف بنحكيه، كيف بننتجه، واذا قادر الطفل يلعب بهذا الصوت يغير فيه يضيف له صوت ثاني يحط له صوت ثاني، لانه بعدين بالتهجئه او بالقراءه او بالاعراب كثير رح يكون الطفل جاهز. هي النقطه اللي بدي اسالك عنها استاذ احمد، كثير من الامهات بتكون قلقه او خايفه لما تسمع جمله او مصطلح ابنك عنده صعوبات تعلم. خلينا نطمن الاهالي اكثر لما يكون في اكتشاف مبكر، وقديش فعليا لما انا فعلا ببلش بمراحل مبكره هي مرحله بتمر. يعني انا ممكن مع التدريب مع اخصائي بالمدرسه تمام. لا ابني يتابع دراسيا ويكون متفوقين، هي مرحله عم نشوفها شائعه عند كثير من الاطفال اليوم. تمام.
هلا اهم شيء يكون تشخيص صحيح. مو بمعنى اذا اجى اي بني ادم ان كان مين ما كان، يكون دكتور او انس مدرسه او اختصاص اي حدا، انه انت عندك ابنك عنده صعوبات تعلم. لا، نحن بدنا كثير ننتبه مين عم يقلي هالموضوع، وما في يقلي ابنك عنده صعوبات تعلم اذا ما طبق اختبارات. هالاختبارات بتجي بعد، نحن ما بنحدد وين الخلل. يعني الخلل، هل الخلل بالقراءه، بالكتابه، بالحساب؟ هل الخلل بالعمليه النمائيه الاساسيه بالادراك؟ باي عمر ببين مع الام النمائيات اللي هن العمليات العقليه الاساسيه اللي هي الادراك والانتباه والذاكره؟ بتبين مع اول تفتيح الطفل، سنتين ونص، ثلاثة، انه الطفل عم يركز، عم ينتبه، عم يتابع مهمة. اذا انا قلت له مثلا روح سكر الباب وطفي الضوء، استوعبه؟ امرين، طفي، سكر باب، طفي الضوء ونام، استوعبه؟ هاي يعني الاهل بيتلمسوها، بشوفوا اذا طفلهم عن جد استيعابه جيد او عم يركز صح. الطفل مثلا اذا بيميز، بيدرك الاشكال، الدائره، المربع، مثلا بيعرف انه هاي كرسي، هاي طاوله، هاي كذا، هاي بتعطينا دلائل. بس نحن غالبا بمجتمعنا حاليا ما بنلجا لحتى نحكي عن صعوبات التعلم الا اذا فات الطفل على المدرسه وشك خلص هو ما الطفل انه عنده صعوبه بالرياضيات، قراءه، كتابه. لانه نحن بشكل عام نهتم بالتعليم اكثر ما بنهتم بموضوع الطفل شو عنده مهارات نمائيه. صحيح. فبيبلش التشخيص، اني انا الشكوى بتجي انه انا ابني ضعيف بالرياضيات مفترض، بيجي انا كاختصاصي صعوبات تعلم، انا بطبق اختبار مساله اختبار صعوبات الرياضه الى التمييز الرياضي، القدرات الرياضيه العليا الى اخره. اذا كان ابني عنده صعوبات قراءه، في عندي انا تمييز سمعي، في عندي تحليل صوتي، في عندي كثير اختبارات مقننه وعالميه مثل مايكل بيست وغيرهم. هدول الاختبارات بيحددوا لي وين مواقع الضعف وين مواقع القوه عند الطفل. بناء عليها انا بحط الخطه العلاجيه او الخطه الفرديه التربويه. بمعنى انا هذا الطفل خطه بس لهذا الطفل، ما فيني انا اذا كان عندي طفل صعوبات تعلم اني انا ادمجه مع باقي لا ابدا. هذا الخطه لهذا الطفل بتعتمد على قدراته، وغالبا ما بيتشابهوا اي اثنين بالقدرات. يعني ممكن يكون طفل كثير شاطر هون وكثير ضعيف هون، وطفل الثاني كمان شاطر هون وضعيف هون، بس ولكن بمراحل او يعني بنسميها نحن في اضاءات عند هذا الطفل اكثر من هذا الطفل، حتى لو كانوا بنفس المستوى. بمعنى انا لما بشخص صح، لما بحدد نقاط القوة والضعف صح، انا قادر اني انا احط خطة تربوية بتعتمد على نقاط القوة عند الطفل لحتى تغطي على نقاط الضعف الموجودة عنده. حكينا عن دمج الطفل بحالات معالجة صعوبة التعلم، ولكن اذا تم اهمال طريقة العلاج ودمجه مع اطفال هن خلينا نقول اسوياء بالتعلم، قد ايه رح تأثر سلبا وقديش المدة الزمنية ممكن يصير الطفل بحاله حرجه جدا ويمكن ما بقى ينفع اي علاج؟ لما الطفل بيكون عنده صعوبه تعلم، هو اوريدي بيكون موجود بالمدرسه، بيكون موجود بين الطلاب الطبيعيين، ما عم ياخذ، هو ما عنده اي مشكله ثانيه غير انه عنده ضعيف بهذا المكان او بهذا المكان. فانا كثير مهم اني انا اخليه، انا بتابع بمنهج دراسي، لانه انا هذا الطفل عم جزء من ثقته بنفسه انه هو قادر يكمل مع رفقاته بالصف. ولكن انا مباشره كاهل هذا الطفل بعمل له كورسات او بعمل له متابعه مع اختصاصي صعوبات تعلم، بيعتمد على يكون في جلسات مكثفه لحتى يقدر هذا الطفل يتجاوز نقاط الضعف ويضل مستمر مع جهات او مع اقرانه اللي هن موجود معهم. وخاصه طفل صعوبه التعلم بيكون حساس لموضوع الفروق بينه وبين اصدقائه، لانه الفروق بتكون بمواد معينه او بنقاط معينه، فهو متساوي معهم اوريدي، في كثير نقاط متساوي معهم، بس بيكون عنده مشاكل معينه. فنحن المرحله الحرجه بنوصلها وقت اللي بنهمل الموضوع كليا، وبنلاقي الطفل وصل للصف السادس ما بيعرف انه الفعل غير الفاعل او الصوت غير الكلمه أو الكلمة غير المقطع الصوتي. طيب بالختام خلينا نعطي بعض النصائح لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، كيفية فعلا اكتشاف صعوبات التعلم عند الأطفال من البداية، وقديش هيدا الاكتشاف المبكر بيأثر بشكل سليم وصحي ونفسي على الطفل. أول شيء مبدئيا، بس النصيحة الأهم اللي أنا بعطيها لكل الأمهات بالمنزل، الطفل لما بفوت على مرحلة المدرسة نحن نكون مو أنه خلص أنا هون بلش شغلي، أبدا. أنا شغلي ببلش من ولادة الطفل، من أول يوم بيخلق فيه الطفل، أنا كيف بشتغل معه على التركيز، على إطالة مدة الانتباه، كيف أنا بعتمد عليه بمهمات معينة، كيف أنا مثلا بعطيه مهارات أو نشاطات موجودة كثير على اليوتيوب وعلى أي مكان، أنه أنا كيف زيد إدراكه البصري، كيف زيد انتباهه ومدة تركيزه. بعدين لما الطفل بفوت على المدرسة، أنا أول فترة كثير مهم أني أنا أعرفه على لغة الأم اللي هي هو عم ياخذها بالمدرسة، عم ياخذها أكاديميا، بس نحن عم نكتب الحاء، عم نكتبها هيك، نعرفه أنه هاي الحاء
او هذا الرمز اللي هو هيك له شغلتين، له اسم وله صوت، يعني له شغلتين مثل الاسم والكنيه. هذا الرمز من اسمه حاء، اسمه الحاء، ولكن لفظه اح. هاي المرحلة كتير مهمة، كتير جدا جدا جدا، لحتى أنا الطفل يعرف يهجي ويقرأ صح. وبرجع بأكد على فكرة أنه نحن من هجنا كلها ما بتعتمد على الأداء، بتعتمد على اللغة كقراءة وككتابة. يعني الطفل اللي راح يكون عنده صعوبات بالقراءة راح يكون عنده صعوبات بأغلب المواد أنه يستوعبها، لأنه بالأصل قراءته ضعيفة. والمتابعة والاستمرارية، وما نسمع أي حدا بيقلنا أنه ابنك عنده حاصل ذكاء منخفض، أبدا ما في هيك شيء. إذا ما كان في اختبار مقنن، أنا بشوف اختبار المقنن بشوف شو نسبة الذكاء عن طفلي، بحط ابني أنا ضمن اختبارات معينة، وعلى أساسها بشوف باخذ تقرير نظامي من اختصاصيين مرخصين وعم يشتغلوا صح، إذا كان ابني عنده صعوبات تعلم إيه أو لا، وين وكيف بدي أشتغل معه، وشو الخطة الفردية المناسبة أكيد لقدراته. نعم، نحن كثير بدنا نتشكرك، وأكيد بنتمنى من كل أم بتلاحظ أي ضعف عند طفلة، عنا استشاريين وعنا أكيد اختصاصات كتير مهمة ببلدنا، أنه هي تلجأ لحتى يكون الطفلة متفوق وعنده مستقبل منيح. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا فيكم. أكيد نتشكرك. شكرا كتير لك.